هلا، هلا، فيديو اليوم راح يكون عن تصميم الحمام اللي موجود بالطابق الثاني من البيت اللي قمنا بتصميمه آخر مرة، وراح نخلي لكم الرابط على الشاشة بالأعلى. هاي المرة راح يكون التصميم من شركة كيا. راح نقدم التصميم باللون الرمادي واللون الأبيض، وراح نشوفكم اياه بالفيديو شو راح يكون بالشكل النهائي. ولكن قبل لا نبدأ بالفيديو، نطلب من عندكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على رمز الاعجاب وتعليق بسيط يجعلنا نقدم الافضل. Hello guys, today we will make a new design for a bathroom. We did this before and you can see the link up now. But today we will use all the furniture, bathroom furniture from IKEA company. But we will also use two color in this design, which are gray and white color. But before we start this project, don't forget to hit the like and comment and share button to get everything new in our channel. So. نبدي الفيديو وياكم. مثل ما نشوف الجدار والأرضية هي باللون الرمادي، لهذا احنا سبق وذكرنا بأنه احنا استخدمنا اللون الرمادي، وكان قصدنا هو الجدار والأرضية هو باللون الرمادي. طبعا هذا النوع من البلاط هو خاص للحمامات، مانع أو عازل للرطوبة. طبعا أكيد البلاط اللي موجود بالأرضية يختلف نوعيته عن الموجود بالجدار، ولكن الاثنين يعملون نفس العملية، هو أنه عازل للرطوبة. Okay, we will talk about the floor and wall. So we used a different kind of tiles, and these tiles are a gray color. And we will show you because this teals anti-slip, so it is special and comfortable for the bathrooms. So we will show you the teals. هذا البلاط الخاص بالأرضية مثل ما نشوف هذا سعره موجود هو 94.78 يورو كل متر مربع، هذا السعر. As we see this steels for floor in gray color and this cost 94.78 euro square meter. أما بالنسبة لهذا النوع هو خاص للجدران وسعره هو 49 يورو للمتر المربع. As we see this gray steels are specific for kitchen and bathroom, and this will be cost 49 euro a square meter. الآن مثل ما نشوف نبدي وياكم بالأثاث. الأثاث اختاريناها باللون الأبيض. طبعا اللون الرمادي يلائم الكثير من الألوان، ولكن احنا اختارينا اللون الأبيض لأنه اللون الأبيض يكون لون راقي وهادئ ويعبر عن النظافة خصوصا بالحمامات. We talking now about the furniture, bathroom furniture. We used the white color because the white color are perfect for bathrooms, and it make a good combination with a wall and floor color. الخزانة مثل ما نشوفها هي مقسومة إلى نصفين. النصف الأسفل هو لحفظ المناشف، أما النصف الفوق هو خاص للإكسسوار الخاصة بالحمام. As we see, we have here a hang cabinet, and this cabinet in two parts. The first part of or the upper part for accessories, and the lower part for towel. أما بالنسبة لسعر هذه الخزانة واللي يسموها Good Morning، مثل ما نشوف أمامنا 249 يورو. This cabinet, hang cabinet, Good Morning cabinet,
and this cost 249 euro. بالنسبة لحوض غسيل اليدين بسيط جدا، طبعا يحتوي على اثنين من الأدراج وهو أيضا باللون الأبيض. Here we have a wash stand with two drawers, also in white color, and it is a simple and but perfect for the bathroom. أما بالنسبة لسعر حوض الغسيل مثل ما نشوف أمامنا أيضا هو 388.95 يورو. The cost for this Odin's Vik wash stand with two drawers, this will be in 388.95 يورو. أما بالنسبة للمرآة مثل ما نشوفها بشكل بسيط جدا، إطارها إضاءة ولكن إضاءة غير مؤذية للعين، إضاءتها بسيطة جدا. See, we have here a mirror with a lighting, and the lighting and the board of the mirror, inside board of the mirror, and this light it will be never crash our eyes, and it is a perfect. سعر المرآة هو 109 يورو. So as we see, the mirror cost 109 يورو. وهذه الزاوية هي خاصة للدوش مع الشاور الخاص بها. We have here a shower corner with shower floor. السعر الخاص لهذه الزاوية الخاصة بالدوش هو مثل ما نشوف أمامنا 557 يورو. For this shower corner with shower floor it will be cost 557 يورو. أما بالجهة المقابلة لحوض الغسيل نشوف أمامنا المرافق الصحية وهو معلق. طبعا بما انه المرافق الصحية معلقة لازم كل الأحوال يكون اكو جدار ثانوي، ولكن استغلينا الجزء العلوي لوضع الاكسسوارات حتى تنطي نوع من الجمالية للمكان. In the another side of this bathroom we will see a hang toilet, and because we have a hang toilet we should be have a decoration for the system of the toilet. And also we used the upper part of this decoration to put all the accessories. أما بالنسبة للمستلزمات الخاصة بالمرافق الصحية مثل ما نشوف أمامنا هي حاوية أو سلة المهملات سعرها تقريبا 30 يورو. فرشاة تنظيف المرافق الصحية سعرها ما يقارب 18 يورو، وحافظة مناديل التنشيف سعرها تقريبا 10 يورو. Toilet paper holder, this will be cost 9 يورو, and the bidet bin, this will be cost 30 يورو, and the toilet brush, this will be cost 18 يورو. بنهاية الفيديو نتمنى أن يكون الديكور عجبكم، اللون الرمادي عجبكم مع الأبيض، وأنه عرفتوا أسعار اللي موجودة بشركة إيكيا. نشوفكم بالفيديو المقبل. In the end of the video we hope that you enjoyed with our design for this bathroom and our shopping from IKEA. And we leave you to see the final pictures for this design. We see you the next week. Thank you. Bye bye.